نواذيب ترفع منظومة تلقي اللقاح داخل المرافق الصحية والنقاط المحورية بالمدينة مثل المواني والأسواق. مع اتساع عدد النقاط الصحية المخصصة لعملية التطعيم ضد فيروس كورونا المتحور يزداد إقبال المواطنين لتعزيز المناعة الوقائية ضد كوفيد-19. جينا اليوم هون ياكنا نقبر اللقاح، الحمد لله طريقة شفافة ما شاء الله، الناس تشهد إقبال كبير على اللقاح ما شاء الله، ولا في أي مشكلة الحمد لله. طالبين المواطنين انهم يقبلوا من اجل التلقيح، من اجل سلامتهم وسلامه عائلاتهم كاملين. انا شاكر للدوله على الانجاز القائمه به اللي دقه وفرت جميع الامكنه. فرق ثابته واخرى متنقله هنا وهناك تعمل لتحقيق رهان 10,000 ملقح على مستوى مدينه واذيب لوحدها. فرق متنقله اثنتين، الفرقه اللي عندي انا الارك والفرقه اللي عند متواجده عند نقطه العبور. دخل يعني عند نقطة العبور ذيك في الفرقة، وفهم ذي الفرقة المتناقلة بين الشرائك. اليوم متواجدين في شركة صناعة السفن، جيناها من يامس، نحن فيها هنا تي عندها عدد كبير ما شاء الله من العمال. يامس عندنا عندهم 107، واليوم اللي جينا نكملوا عقابل عندهم العمال. ونفس الشيء من يامس عندنا محطة للاعه الجهوية، عمال للاعه الجهوية عدناهم يامس دحميس كملناهم، واليوم عندنا المحطة الموالية مفتشية الشغل لأن قيسوها ذاك الوقت اللي وفينا من هذا. ومن ثم عندنا شركة ثانية للأسماك هذه التي كامل يتبدي طارها أسبوع الحملة الوطنية اللي معدل الوزارة معدل الدولة في التلقيح. وقد استطاعت المصالح الصحية تحقيق الأهداف المرسومة للحملة الوطنية على المستوى الجهوي. بعد 6 أيام من انطلاق الحملة الكبرى للتاريخ التلقيح ضد كوفيد في ولايه واذيب وعلى المستوى الوطني، الحمد لله اليوم يوم السات النتائج مرضيه الحمد لله بالنسبه لواذيب، خلق اقبال منقطع النظير، والحمد لله ما خلقت اي مضاعفات جانبيه حتى صغيره الحمد لله ما خلقت. واذيب عبء السلطات الاداريه الحمد لله والبلديه والمنطقه الحره الحمد لله والمجتمع المدني، فتبارك الله ما بقى احد الحمد لله ما حضر في هذه الحمله التحسيس نجاح هذه الحمله، والحمد لله النتيجه اليوم الحمد لله 9,800 يامس من 10,000 ولا نزيد عليها على كل حال. وموازاة مع ذلك يتزايد الوعي بأهمية مواصلة حملات التوعية والتحسيس بضرورة تطبيق التدابير الاحترازية وارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، لأن التعايش مع الوباء المتحور يتطلب أخذ الحيطة والحذر. الفاغة والشيباني، قناة الموريتانية، واذيب.